ثم أورد ما يتعلق في صيام شهر شعبان، وهو الشهر الذي يسبق شهر رمضان، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شهر شعبان، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرت بأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان كثير الصيام في شهر شعبان، حتى قالت: ما رأيت ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه في شعبان، كان يصومه كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فقولها كان يصوم كله إشارة إلى كثرة الأيام التي يصومها من شعبان، وقولها كان يصوم إلا قليلا أي أنه يترك بعض الأيام من شعبان لا يصومها، لأنه لم يستكمل صيام شهر قط إلا صيام شهر رمضان. وهذا الحديث لا يعارض الذي مر معنا أن أفضل الصيام فيما يتعلق بالشهور صيام شهر الله المحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كما تقدم عن أفضل الصيام بعد شهر رمضان، قال: شهر الله المحرم. فإكثاره من الصيام في شهر شعبان لا يعارض ما تقدم أن أفضل الصيام فيما يتعلق بالشهور بعد رمضان صيام شهر الله تبارك وتعالى المحرم. وقد ذكر أهل العلم في الجمع بين الحديثين، ومنهم النووي رحمه الله في كتابه شرح صحيح مسلم، قال ذكر توجيهين في الجمع بين الحديثين، قال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهذا الفضل المتعلق بشهر رمضان في شهر المحرم إلا بعد، لم يعلم بهذا الفضل إلا بعد. وذكر توجيها آخر: لعل ثمة مانع كان حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من جهاد أو مرض أو غير ذلك من الأعذار لم يتمكن بسببه من الإكثار من الصيام في شهر الله تبارك وتعالى المحرم، لكنه أخبر أن الصيام في شهر الله المحرم هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان. وقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، إشارة منها إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان صيامه وفطره معتدلا، بحيث أنه كان يصوم حتى يظن أنه لا يفطر، ويفطر حتى يظن أنه لا يصوم، وهذا يدل على الاعتدال والتوازن في الصيام. وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى عندما تقال نفر عبادته عليه الصلاة والسلام، قال: أما أنا فأصوم وأفطر، أي عبادته فيما يتعلق بالصيام عبادة متوازنة، يصوم ويفطر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. نعم.